السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. نبدأ مشاهدينا الكرام من ملف القطاع الصحي العراقي، إذ تجمع تقارير صحفية على أن القطاع الصحي في العراق في طريقه للانهيار، وذلك بسبب دمار البنية التحتية ونقص الأدوية والفساد في سلال التوريد أو سلاسل التوريد وهجرة الأطباء كذلك. طبعا أنشئ نظام الرعاية الصحية في العراق بشكل مركزي ومجاني في سبعينيات القرن الماضي، حيث تدفع الدولة ثمن الأدوية والمستلزمات الطبية وأجور الأطباء والعاملين والموظفين في القطاع الصحي بشكل عام. وتراجعت الخدمات الصحية بشكل سريع بسبب الفشل الحكومي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 وما تلا ذلك من أعوام، فضلا عن الفساد المستشري وتخبط القرارات داخل أروقة الحكومات المتعاقبة. ويعاني القطاع الصحي في العراق من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم ولعائلاتهم، بعدما أدى الفساد والفشل الحكوميين إلى نقص الكوادر الطبية ونهب مخصصات الرعاية الصحية لصالح الفاسدين في الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة داخل العملية السياسية. طبعا تجمع مصادر سياسية وهيئات دولية على أن نظام الرعاية الصحية الفاسد في العراق يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية. ومع تردي الواقع الصحي، رصد أحد المواطنين عملية نقل مريض من قضاء أبو الخصيب في البصرة إلى المستشفى التعليمي بواسطة سيارة إسعاف لا توجد فيها أي نظم للتكييف، مع ارتفاع درجات الحرارة الذي وصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية. دعونا نشاهد. هاي إسعاف من مستشفى أبو الخصيب ناقلتنا للتعليمي، مستشفى الصدر التعليمي، لا تبريد لا شيء، حارة تموت، كاتل الوصف الزبالة. شوف وين مدير عام صحة الدار صحة البصرة؟ وين هاي إسعاف؟ هاي اسعاف من مستشفى ابو الخصيب ناقلتنا للتعليمي، مستشفى الصدر التعليمي، لا تبريد لا شيء، حارة تموت، كاتل الوصف الزبالة. شوف وين مدير عام صحة الدار صحة البصرة؟ وين هاي اسعاف؟ هاي نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إذ تساءل أحد الناشطين عن الأسباب انتهاء الدوام الرسمي في المستشفيات الحكومية في العراق بعد الساعة الثانية ظهرا وتحديدا عند الساعة الثانية والنصف، وقال بأنه أغلب المستشفيات أو جميع المستشفيات الحكومية تتحول إلى شبه مهجورة وخالية من الأطباء المختصين، وتتوقف فيها الأجهزة الطبية المهمة عن العمل. دعونا نستمع. اليوم أريد أطرح سؤال للسيد وزير الصحة والسيد رئيس الوزراء، المؤسسات الصحية ليش بعد الساعة 2:30 الظهر صير حالها حال المعزلة؟ يعني وجودها من عدمه لا يقدم ولا يأخر. زين هاي حياة إنسان إخوان، هذه مستشفى يلجأ لها المريض الحالات الطارئة بعد الساعة 2:30 أي بعد الدوام، شبه المعزلة ليش؟ لا هي مصرف ونقول يا بخلي تعزل، لا هي دائرة بلدية، لا هي دائرة ضريبة، لا هي دائرة رعاية، هذه مستشفى يجب أن تكون مفتوحة أمام المواطنين بكافة كوادرها وعملها وطاقتها على مدى 24 ساعة. ليش من تروح بعد الدوام الرسمي يقول لك مفراس ماكو، سونار ماكو، وتحاليل أكو أخرى أيضا ما موجودة؟ ليش اخوان؟ انا اليوم اتحدث عن محافظتي، محافظه المثنى، بقيه المؤسسات او المحافظات ما اعرف، لكن هذا اللي لمسته واللي شفته ويا ابني واللي شفته مع مواطن اخر فقد ابنه وفقد امه نتيجه لعدم وجود اجهزه وسيارات اسعاف وكوادر طبيه. يا الطبيب وين؟ الاختصاص ولا الطبيب
على التليفون يا غير هو خفارته غير قانونا هو اليوم مسؤول غير يفترض انه يداوم والله ما موجود ابو المفراس والله ما موجود على التليفون ابو السونار والله على التليفون مؤسسه تليفونيه لو مؤسسه صحيه شنو الفيلم فهموني هاي ارواح ناس هاي ما بيها مجامله فرحنا وانحسدنا وقلنا يا الله جابونا وكيل وزير الصحة كل الاحترام والتقدير له صار هو مدير عام دائرة الصحة بتوجيه من رئيس وزراء من موقع عدنا قلنا يا الله راح يتغير الوضع وراح تصير الحياة وردية اجى السيد الوكيل اول خطوة سواها نقل الكوادر ظل يقطف الزين ويجيب الشين ويجيب ويقطف ويودي ولعب لك بالكوادر لعب تجي سونار بعد ماكو مفراس بعد ماكو أجهزة هواي خارجة عن الخدمة شنو اللي صار شنو اللي سوا والله العظيم ما أعرف أصلا بعد تسلمه للمنصب بأسبوع واحد راح للمستشفى عند حالة ولادة أخذ زوجته لقى جهاز نبض ماكو سونار ماكو واضطر أنه يوديها للسماء ويرجعها الرميثة وتوفى الطفل نتابع الآن مشاهدين الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين عمر بدر يقول صحيح المستشفى بعد الدوام الرسمي كل شيء ما بها طوارئ فقط هناك تعليق من محمود يقول الأجهزة التنفيذية الرقابية معدومة وكذلك الرقابة البرلمانية معطلة ومجاملات على حساب المواطن وليد البابلي يقول إذا يبقون بالمستشفى الحكومي كامنوا يروح لهم للعيادة للمستشفى الخاص بها الحالة راح تعزل الأطباء والمختبرات والعيادات بهاي الحالة راح تعزل الأطباء والمختبرات والعيادات الخاصة بهم وبعد ما يمصون دم الفقير اللي هي بين قوسين فلوسه طيب ننتقل إلى تعليق آخر من مروة تقول لأن أعداد الأطباء الاختصاص قليل ومدى يقبلون عدد زيادة بالرغم من نجاح الأطباء في التنافس والمقاعد قليلة لا تتناسب مع عدد السكان أو عدد الأطباء المقدمين لدراسة البورد حسين علي يقول المستشفى مغذي ما بي تريد دكتور يبقى متواجد سجاد القاسمي يقول هو بالدوام الرسمي كل الأجهزة عطلانة مو النوبة تروح ورا الدوام ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام معنا اتصال طيب نسمع السيد عبد الرزاق من بابل معنا أول متصلين سيد عبد الرزاق تفضل حياك الله السلام عليكم شلون أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك أستاذ محمد بالنسبة للخدمات بالمستشفيات معدومة نعم يعني ماكو أي اهتمام بالمستشفيات الحكومة الحكومية يا أخي راح أعطيك فد مثال يا أستاذ محمد وشوف وين وصلت الحالة بالدمار اللي تعرض له المواطن العراقي نعم يعني مستشفيات حكومية مستشفيات رصينة وبنائهم نظيف الطرق مالتهم الجديدة حتى يقول لك على المستشفيات الحكومية ويجبرون لك المواطن للذهاب للمستشفيات الأهلية بحجة الصيانة والترميم شغلك هذا المستشفى الحكومي عليه الصيانة والترميم هو الهدف مالت حتى يدفعون المواطنين للذهاب للمستشفيات الأهلية فيا أخي ماكو أي اهتمام بالمواطن ماكو أي توفير خدمات للمواطن كل ما يهمهم هو منافعهم الشخصية كل ما يهمهم احزابهم كل ما يهمهم مكاتبهم طيب بناء على اللي تفضلت به وعلى هاي الشكاوى المستمره اللي تاتي من مواطنين عراقيين بشكل دائم بشان الخدمات السيئه اللي موجوده في المستشفيات الحكوميه غياب الاجهزه تعطل الموجود الكوادر القليله الضعيفه هناك مشكله الدوام الرسمي اللي ينتهي من وقت ليش وزير الصحه ما يجيبه حتى يتحاسب وزراء الصحة السابقين ليش ما شفناهم تحاسبوا يعني السوداني اليوم رئيس الحكومة والضجة اللي صارت على القضاء الشامخ اللي يقولون عليه شامخ لما انتقد سيناتور أمريكي
يعني ما 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 يحرك ساكن هذا القضاء، ولا يتوجه لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، ولا يتوجه السوداني ويوعز إلى القضاء أن يأتي بالوزراء السابقين ومسؤولي القطاعات الصحية السابقين على المدى الأعوام الماضية لمحاسبتهم على الفشل والإخفاق؟ بعد منو راح يحاسب الوزراء الفاسدين؟ منو اللي راح يحاسب الفاسدين في العراق أصلاً؟ أستاذ محمد تعرف كل الزيان بأنه هذا الوزير هو مجرد دمية، هذا مرتبط الأحزاب، وهاي الأحزاب هي اللي تأمر بالتنفيذ المخططات اللي تريدها. أما السوداني وغيره صدقني هذا لا يحل ولا يربط، يعني كل الحل والربط هو بيد الأحزاب، فكل وزير هو تابع لحزب والحزب يملى عليه اللي يريده، فاحنا اليوم يعني ما نقدر. طيب والقضاء اللي يقولون عليه الخط الأحمر واللي المساس به يعني المساس بالسيادة العراقية، وما بقى أحد من ذولا اللي موجودين في العملية السياسية من هيئات جهات دينية أو جهات سياسية إلا طلع وشجب واستنكر التعدي على القضاء العراقي. إذا القضاء العراقي مقدس لهذه الدرجة ونزيه وعادل وشفاف، ليش ما نشوفه يقوم بواجبه المنوط به، الواجب الحقيقي في محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وكل من تسبب بأي أذى للمواطن العراقي؟ أستاذ محمد، بالنسبة للأحزاب والسياسية اللي جاي تقود البلد هي تتعكس على القضاء. أذكرك كلمة أحد قادة الأحزاب اللي هو العامري، قال إحنا القضاء إحنا نتحكم به، يعني الكلمة ما تمام معروفة ومشهورة، يعني هم يتحكمون بالقضاء، فأي سيادة أي قضاء أي محاسبة يا أخي ذولا ما يعني صراحة واحد يدافع على آخر. القضاء للأسف الشديد فقدنا الثقة به يا أستاذ محمد، لأنه أهم أيضا مرتبطة بأحزاب، وهي الأحزاب هي اللي اليوم جاية تتحكم بالبلد. يعني إحنا اليوم العراق أصبح للأسف الشديد يا أستاذ محمد مكب للنفايات، مكب للنفايات مو لفضلات الطعام، لا مكب للنفايات للأحزاب. يعني أنت جاي تشوف هاي المكاتب السياسية للأحزاب، الحوثي عند مكتب بغداد، حزب الله مكتب بغداد، حركة حماس يا أخي ما يصير هيك، يعني ما معناتها راح يعني يخلوا لك العراق يعني بلد دمار، يعني بلد ما عنده بس الحروب هاي الطاحنه، وين يردون بالعراق ما يعني وتالي لما تيجي تعترض وتيجي تنتقد وتيجي تعبر عن رايك يستكثرون عليك اللي موجودين في السلطه التعبير عن الراي، يستكثرون عليك الغضب، يستكثرون عليك ابداء الراي ومحاوله ايصال الصوت. يعني كل الظلم والقهر والحرمان اللي يعاني منه المواطن العراقي، ويجي المسؤول يستكثر عليه أنه يعبر عن رأيه عن طريق تظاهرة سلمية أو فد خطوة معينة يتخذها المواطن في سبيل إيصال الصوت ومحاولة إبداء الرأي، ويسلطون عليه الميليشيات ويسلطون عليه السلاح ويسلطون عليه المافيات في سبيل قمعه وقمع صوته ومحاولة إسكات كل من يطالب بحقه في هذا البلد. لي وين يريدون يوصلون بالعراق يا سيد عبد الرزاق؟ والله يا أخي إذا العراق بقى على هذا المنوال وعلى هذا النمط اللي الأحزاب اللي هي تتحكم مصير البلد، فالبلد يعني مصيره يعني الصراحة، وأسأل الله أن يحفظ العراق لكنه نحو الهاوية حقيقة. إذا بقى البلد تقود الأحزاب، انت جاي تشوف الصراعات والنزاعات اللي بيناتهم يعني على مود مصالحهم الخاصة، يعني ما حد يفكر بالعراق وهموم المواطن العراقي. لا الكهرباء متوفرة، لا المستشفيات مبنية، لا يعني شنو هو المنجز اللي سووه يا أخي؟ صحيح. يعني هم بيناتهم جاي واحد يسقط الآخر، زين، وهذا بقت على الأحزاب يا أخي العراق يعني مصيره مجهول. أنا بس أريد أذكر جزئية أخيرة، لما أجا الكاظمي وسوى التمثيلية مالته بالمستشفى، مستشفى الكاظمية التعليمي، في بداية تسلمه للمنصب والله لا يوفقنا على هالخدمة ويرزل بالطبيب ويرزل بالمعرف منه، يرجع السوداني إلى مستشفى الكاظمية التعليمي مرة ثانية بعد مضي أكثر من سنة ونص على تولي الحكم. خلينا نشوف مستشفى الكاظمية التعليمي تحول إلى صرح صحي، صار بي شيء تغيير، يعني أكو فد شيء جديد أضيفه إلى مستشفى الكاظمية التعليمي اللي طلع منه السوداني يشعر بغضب
ويرزل هذا ويرزل ذاك ويصيح العالم ويقول الله لا يوفقنا على هالخدمة؟ غير شيء؟ أضاف شيء للقطاع الصحي؟ هذه يعني يخدعون بها الإنسان الساذج والبسيط بأنه إحنا جاي نقدم خدمة، لكنه الله جاي يصحهم على سنتهم بأنهم يدعون على أنفسهم. وبالفعل شنو اللي حققوه؟ هو شنو اللي حققه للمستشفيات؟ فبالفعل الله لا يوفقهم إن شاء الله. زين؟ شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق، من باب الأشكر حضرتك واكتفي وياك وننتهي عند هذا الدعاء اللي اليوم يمكن ملايين العراقيين يدعون وياك إنه رب العالمين يستجيب. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام لدينا في هذه الحلقة. نظم أهالي مجمع أبو تراب السكني في محافظة النجف وقفة احتجاجية أمام المشروع الذي أسندته هيئة الاستثمار لأحد المستثمرين، وقد دفع الأهالي أهالي هذا المجمع السكني المبالغ المستحقة للمنازل وفق مخططات محددة، حيث كانت تشمل تلك المخططات على أو تشتمل على مساحات خضراء وطرق منظمة، إلا أنهم تفاجأوا فيما بعد أن المستثمر غير جميع المخططات وأصبحت المساحات الخضراء المفترض أن تكون خضراء هي قطع تم بيعها لآخرين. لوح الأهالي بخطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد الحلول المناسبة. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام هذا المقطع. جمع سكني هيئة استثمار النجف أضفته إلى أحد المستثمرين، استثمر هذا المستثمر وربح هذا المستثمر وبنى البيوت وباع وعلى شكل وجبة أولى ووجبة ثانية، مرحلة أولى ومرحلة ثانية، وهاي الأهالي راحت اشترت بناء على شنو؟ على وجود تصميمات وعارضت إياها بشاشات وخد إعلانات حلوة ومرتبة، ها، وساحات خضراء ومدارس وأعمدة كهرباء ومجاري وما أعرف شنو، وانتهى المطاف إلى أن هاي الساحات نفسها، لا تعبر قدام الكاميرا، هاي الساحات نفسها إيش سووا؟ راحوا ورجعوا اللي هم أصلاً المشتري قدام ساحة واللي حاسب إنه أكو متنفس للعوائل بيها، رجعوا وزعوها بيوت. زين، هاي المخططات إنها أصول صحيحة بدائرة الاستثمار لو هي فالتو، كل واحد يبني بمزاجه. زين، عندما حاول يغير أو غير خطته بالاستثمار، هاي بعلم الدولة من يما قرب راسه هذا الشيء. احنا هسه قال اسمها هي الشركة، ارفع ليها الفوت ابو تراب. هذا ابو تراب اسم علي بن ابي طالب. انت شوف علي بن ابي طالب يقبل بهذا الشيء، يعطونا شيء ويغشوننا بشيء اخر، يصير هاي العوائل لقت الشوارع مالها عبارة عن ازقة، صارت بعد اللي يريد يطب لأهله قام يتيه. ليش؟ لانه شكو ساحة اتوزعت عرصات من جديد. مجلس المحافظة، ديوان المحافظة، هيئة الاستثمار، منو اللي ذات علاقة؟ نواب، أعضاء، خوش، خل يقفون على حل مشكلة هذه المجمع اللي هو اسمه مجمع أبو تراب السكني. طبعا هذا جزء من العوائل جاي نعد إلى تظاهرات، بس التظاهرات ذيك هسا هاي وقفة احتجاجية بسيطة وراها، وراح نوصل هسا للمجلس، خوش، نقول لهم عمي هاي مشكلتنا، عندكم حل، عندكم ما عندكم حل، الدور لا نطلع من هدومنا، عليكم السلام. بعد حتى من يجي واحد يعاتبنا ليش سويت هيك، اقول له جيت مره واثنين وخمسه وقفت ببابك والناس استنجدوا بينا، خوش، واحنا هنا واقفين نريد حل. يطلع هسه ابو المجمع يسولف لنا عن الحلول العده وشلون غير هاي التصاميم وبموافقه منو، واكو دوله لو الدوله ما هي. مشاهدينا، ننتقل إلى ما هو أسوأ من ذلك، إلى محافظة كربلاء، وفي ذات السياق نبقى، حيث اشتكى العديد من المواطنين الذين دفعوا أموالا طائلة للحصول على سكن في مجمع الفردوس بمحافظة كربلاء، وبالرغم من أن المواطنين دفعوا هذا المال منذ أكثر من 4 سنوات، إلا أن الأراضي التي من المفترض أن يشيد عليها البناء لا تزال ترابا ولم يحدث فيها أي إعمار، مطالبين هيئة الاستثمار باتخاذ إجراءات فورية بسبب تلكؤ هذا المشروع
وعجز المستثمر عن سداد حقوقهم لأنها أو الأموال باتت غير موجودة. دعونا نشاهد. السلام عليكم. عليكم السلام. عمي احنا مستفيدين مجمع الفردوس السكني. هذا بدأ افتتح قبل حوالي أكثر من 4 سنوات. قسم اللي يطوا نقد وعلي من ضمنهم. زيادة عندهم اللي يطوا نقد حاجة. حوالي 75 واحد. زين. يطوا فلوس نقد. زين. 80 مليون الدار السكنية الوحدة. زين. هاي سنة ال 21 بداية ال 21 وبنهاية ال 20 اعطينا فلوس نقد. وبعد ان شمل المجمع بالمبادرة اخذوا مبادرة ما تقريبا 388 بيت. زين. اخذوها كاملة المبادرة. يعني يصير واحد يزور مستندات ويقول هذا بيت كامل ويروح للبصر يستلم فلوسها كاملة. يصير يعني حجي يعني احد يقبل؟ انتم يا حكومه محليه تقبلون؟ وهذه مو انا اللي لزمتها، هاي لزمتها النائبه العرداوي العرداوي هي اللي اكتشفتها. 6 بيوت اجت ووقفت عليها لقيتهن قاع. احنا اللي بيوتنا تقريبا مدافعين نقد اللي 75 واحد، انا واحد من عندهم دافع شهر ثالث سنه 21 لحد الان بيتي قاع. اليوم انا موجودين هاي النساء والاطفال، عندنا 3 رسائل، 3 جهات حكوميه. الجهه الاولى المصرف العقاري، المصرف العقاري النظام مالتهم انه لما ينطي القسط مال البيت يطالب المستثمر هاي وراء قطعه مكتوبه ايه بمده اقصاها 6 اشهر يسلم السندات. زين زين. انا واحد من المشتركين تم الاستقطاع مني من الشهر الخامس العام بال 23 ولهذا يومه كان ما مستلم سند. المصرف العقاري انتم شنو يعني؟ ليش انت من المصرف العقاري جاي تنطين فلوس مقابل لا شيء، لا سند اكو ولا كفت صحه يعني الموضوع. زين. هاي الرساله الاولى. الرساله الثانيه مدير هيئه الاستثمار. مدير هيئه الاستثمار المشروع متلكئ وبشهادتكم وباللجان مالتكم المشروع متلكئ والمستثمر ده يقول ما عندي فلوس. هسه الفلوس وين وداها ما نعرف احنا. المستثمر يقول انا ما عندي فلوس. انتم كاجراء قانوني وين الاجراء القانوني مالتكم؟ نتابع التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ام حيدر تقول: مجمع اخذوا فلوس مقدم وكذبوا على الناس، صار 4 سنوات وماكو تسليم. تعليق من حميد يقول: المواطن أصبح بين مطرقة الفاسدين والمتنفذين. هناك تعليق من أبو رضا المنصوري يقول: المستثمر أما هو جزء من السلطة أو متنفذ في السلطة، لهذا ما راح يتحاسب ولا تنحل هاي المشكلة. تعليق آخر لدينا من أديان تقول: الذونة والله صار سنتين يوعدونا بالاستلام والمجمع تراب، ليش هيك؟ تعليق من علي أميري يقول: شنو ذنبها هاي العالم؟ الإيجارات نار. وآخر تعليق من محمد أبو أياد يقول: هذا هو حال مجمع الفردوس السكني في كربلاء، بلا حسيب ولا رقيب منذ خمس سنوات، بالوعود الكاذبة والبناء الفاشل وبدون هندسة ولا تخطيط ولا فحص تربة، وأي مسؤول يجي ينطون تاهو ولا يفتح حلقة بعد. هذا يمكن مختصر للفساد الموجود في العراق، نظام الرشاوة والمحسوبيات. ويصرحون هم علني، المسؤولون في العراق يصرحون بشكل علني أنهم فاسدون، سراق للمال العام، أنهم ارتكبوا الخطيئة الفلانية المتعلقة برشوة أو سرقة أو كذا بالتجاوز القانوني الفلاني. لكن مع هذا لا يوجد قانون يأتي بهم للمحاكم ليحاسبهم ويحاكمهم على ما اعترفوا به، والاعتراف هو سيد الأدلة. ومع هذا لا يزالون يتبوؤون مناصب مهمة في هذا البلد. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. رصد أحد الناشطين التلكؤ في مشروع شارع النهر في ناحية الشامية بمحافظة ذي قار، متسائلا: لماذا يتم إسناد هكذا مشاريع مختصة بالبنى التحتية لشركة مختصة بالطرق الريفية ولا تمتلك نماذج عمل مشابهة في المدن؟
متوقعا توقف المشروع لأسباب مالية أو فنية. دعونا نشاهد. اليوم أنا بأحد المشاريع في ذيقار واللي هو شارع النهر في صوب الشامية. طبعا إلى الآن تحدثت الحكومة المحلية متمثلة بمحافظة ذيقار هذا أن يكون سايديا. هسه هذا منا السايد الأول وهذا منا هو مؤهل. إذا سايد ثاني تعرضات الكهرباء موجودة، الإنقاذ موجود، رفع التجاوزات رفعه، لكن إلى الآن ما نعرف هذا المشروع سايدين أم سايد واحد. زين أنا أسأل سؤال، هذا المشروع أكثر من سنتين صار له، الشركة المنفذة احنا نعرف الشركة هي اختصاصها طريق ريفية الجميع يدري بيها، لكن هذا التأخير هسه سايد واحد سايدين، احنا نريد سرعة بالإنجاز والعمل يتم على مود ينفتح سايد صوب الشامية، لأن تعرفون صوب الجزيرة يعني هسه الساعة 11 وازدحامات موجودة. احنا رسالة إلى محافظة ذيقار وإلى مسؤولين محافظة ذيقار، هذا المشروع نريد نعرف مصيره شنو، سايدين لو سايد واحد؟ إذا قلت سايدين هذا المجمع مالت الماء أو الأسالة مالت الماء موجودة أو هاي التعرضات مالت الكهرباء موجودة، فاحتيادي هو راح يكون سايد واحد. أما بخصوص سرعة بالإنجاز ماكو أي سرعة بالإنجاز بصراحة، يعني الوضع نفسيته والشارع نفسيته وأي آلية ماكو، والشركة المنفذة لهذا المشروع احنا نعرفها صار عمل ثاني واخذوه من بعض شركتين من بغداد، لكن الشركة نرجع ونقول اختصاصها طرق ريفية، شلون انطيتوها بنية تحتية، شلون راح يصيغون العمل، ما عندهم اعمال مماثلة سابقا. فهذا المشروع يعني للأسف لحد الآن ما بي نسبة من الإنجاز ولا بي متابعة من المحافظ، وتصور المشروع راح يتوقف لأسباب مالية أو أسباب فنية. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. اشتكى أحد المواطنين من إعادة حفر شارع مستشفى العسكري في محافظة البصرة، حيث لم يمضي على إكسائه سوى 4 أو 5 أشهر، منتقدا التخبط في المشاريع الخدمية وغياب الرقابة والمحاسبة وعدم وجود آلية تنسيق بين القطاعات المسؤولة على إتمام المشاريع. دعونا نشاهد. اخوان تعشوفون هاي الكارثة، يعني انا والله العظيم راح اتعجب. هذا شارع مستشفى العسكري، هذا باتجاه الجسر مال العسكري، يعني هذا ما صار لاربع اشهر خمس اشهر من تم اكساء الشارع بالكامل، ردت هسه الشركة حفرته مدت بوري. زين انتم الشركة وين كنتوا؟ يعني ليش ماكو تنسيق بين الشركات بين دوائر الدولة بين المشاريع نفسها؟ يعني هاي المهازل هاي التخبطات يا المسؤول عنها، شارع ما صار له 3 أشهر 4 أشهر قلنا يا الله تمك ساعة بالكامل، انه بهسه ردت الشركة حفرتها من جديد ومدت بوري، والله العظيم هاي جريمة. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين مشاهدينا الكرام. لدينا تعليق من محمد البصراوي يقول: عادي متعودة دايما، المقاول على باب الله قابل ينتظر سنة، يا الله يلا يعيد تصليح الشارع 4 أشهر كافي. تعليق لدينا من مرتضى يقول: للأسف هاي فلوس البصرة جاي تروح هدر بدون تخطيط. وأكثم يقول: والله مصيبة، لا حسيب ولا رقيب، وهدر للمال العام بدون أي اهتمام. تعليق لدينا من حمادة يقول: وين ماكو شركة فاشلة ومتلكئة وما يخافون الله يجيبوهم، حسبي الله ونعم الوكيل. عدنان يقول: كل مشاريع محافظة البصرة هي تلزيق، ما تطول، مجرد صرف أموال خيالية. وآخر تعليق لدينا من ستار يقول: معظم المشاريع فاشلة لعدم وجود رقابة حقيقية عند التنفيذ وعدم وجود الخبرات القادرة على إنجاز مشاريع حقيقية تخدم المواطن لا تخدم جيوب المقاولين. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام للسيد أبو علي من واسط. حياك الله أبو علي، تفضل. مساء الكريم، مساء الخير حضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. مساء النور، أهلا وسهلا. بصراحة شوف، أنا سنة 2003 بعد الاحتلال طلع أحد المسؤولين في أعتقد مجلس الحكم أول ما تأسس، وكان مسؤول على البلدية وما أدري شنو. نعم. فقال العراق 50% من مواطنينا يملكون الدور السكنية و 50% يعني مستأجرين.
فقسمها هو يعني كل عائلة تتكون من 3 إلى 5 أشخاص. بالنهاية قال نحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنية نستطيع ببنائها على مدى 10 سنوات. وإحنا اليوم بعد 23 أو 24 سنة كم عراقي يعيش بالتجاوزات؟ بالضبط وبالتجاوز. فالدولة حتى تعالج قالوا راح نلجأ للقطاع الخاص. أي. طيب إذا أنت يعني أنا بالنسبة وجه كلامي للعراقيين واللي استثمروا وانطوا دفعات للشركات حتى تبني بعدين. يعني إذا حكومة فاسدة شو تتوقع من قطاع خاص؟ يعني أكو مشكلة ثانية سيد أبو علي. نعم. هسه اللي انعرض فيما يتعلق بكربلاء والنجف هي قطع أراضي رسمية لكن المستثمر فاسد، هيئة الاستثمار فاسدة، قد تكون الرشوة أو المحسوبية هي اللي أدت إلى ضياع حقوق العالم. لكن أكو أراضي توهبها الدولة إلى المتنفذين، إلى السيد الفلاني والشيخ الفلاني، تنطيهم أراضي مساطحة 25 سنة يبيعها هو بالتجزئة وتتشيد عليها مدن سكنية كاملة، وهاي بعدين هي أراضي الدولة بالنهاية، وتدخل بمشاكل ويدخل المواطن بمشاكل إلها أول مالها تالي. يعني الدولة بإمكانها باشر عقبة تجي تزيل حي كامل تقول لها للمواطن هاي أرض الدولة. الدولة أصلا من البداية والحكومات اللي جت بعد 2003 شلون تشتغل بهاي العبثية التفريط بأول شيء مساحات الخضراء؟ طبعا هي كثير من المساحات الخضراء راحت بسبب هاي الاستثمارات الفاشلة. والنقطة الثانية عرضت المواطن العراقي لخطر مستقبلي، انه باي لحظة انا كدولة بامكاني انه اقول لك اطلع، انت مالك اصلا ورق رسمي. صحيح. طيب شوف انا يعني ما يسمى بالدولة الموجودة اليوم هي بالاساس هي اجت من اجل السرقة والفساد. يعني الان تلاقي لك واحد اشتروا ابخاس الاثمان، اخذوا من الدولة قطع أراضي مجمعات مساطحات اخذوها بعدين باعوها للمواطن، بعد 25 سنة من حق الدولة تسترجع الأرض بما عليها. من يجي للمواطن آخر شيء المواطن شو يجي؟ راح يجيه الأول الأخ أول واحد ما أخذ اللي باع عليه، قال أنا راح أعطيك 10% من قيمة العقار واطلع، يعني شو تسوي الدولة راح تأخذها. فمن يرجعها إلى بعدين هو يروح، لأن هو متنفذ وما زالت الأحزاب حاكمة، راح يأخذها من الدولة بأبخس الأثمان ويبيعها مرة ثانية. إحنا اليوم دولتنا اللي هي اللي يحكمونها أشخاص فاسدين وسراء، هي يعني هم جاي ينصبون على شعب. تعرف شلون ينصبون على شعب؟ يعني مثلا من يقول لك يعني أفرض المشاريع، يطلع رئيس الوزراء ويصور وغيرها، وبعد يومين يطلع فشل بالمشروع. صحيح. مثل ما قال أحد الأخوان اللي يصور، قال يعني كسوا الشارع وبعد شهر أو شهرين يجي حفر بوري. فالدولة دولة عبثية، دولة نصب واحتيال، من للبنوك للوزارات وكلاء الوزارات للمشاريع الموجودة. بقى السؤال الأهم، من اللي لا يزال إلى اليوم يثق بهاي الحكومة؟ بس المنتفعين يعني، وهم ما يثق بهم، يعني يثق بالأشخاص ما يثق بحكومة. اليوم ماكو ثقة، الشعب نفسه ما يثق بالحكومة. ومنو من الأشخاص اليوم الموجودين اللي على مستوى الثقة اللي موجودين ضمن الحكومة الحالية أو الحكومات اللي جت بعد 2003، منو اللي قدر يثبت نفسه للعالم وللشعب العراقي بإنجازاته مو بكلامه وتصريحاته؟ لا قلت لك مو ما انت العالم والشعب العراقي هذا عوف ما كنت موجود، بس التابعين للأحزاب المتنفعين من الأحزاب اليوم هم عندهم ثقة بحزبهم، عندهم ثقة بالشخصيات الموجودة، أنه ما دام هو موجود راح يحصل على أموال، راح يحصل على فساد بالميزانية العامة للدولة، راح يأخذ مصالح من هذا الحزب. أما الشعب يثق؟ لا، يعني اليوم من 2003 لحد الآن وين الكهرباء؟ نفس مقتدى ذاك اليوم طلع يقول الكهرباء مو كانت تصفى قبل 2003، ليش تحاسبون الصدريين وما تحاسبون النظام؟ يعني الكهرباء وتطفى. طيب صدام حسين نعم. بالفترة مالته اللي قضاها حروب من أول ما إجا وبعدين 13 سنة حصار هاي، خلاص انتوا قلتوا انه هي الفترة المظلمة في تاريخ العراق. انتوا اجيتوا بعد 2003 انفتح لكم العالم وفتح لكم ابوابه واعترفوا بكم ودعموكم كل دول العالم، من الدول المحيطة بنا الى المجتمع الدولي الى امريكا واسرائيل الصهاينة والغرب كله ايد هاي الحكومات
ودعمها بالأفراد وبالمال ودعمها بكل شيء وبالنفوذ وكله. طيب أنتوا ليش ما حققتوا اللي عجز صدام حسين عن توفيره للعراقيين؟ لأنهم مو ثقة، لأنهم مو أكاديميين، لأنهم مو مهنيين. أستاذ الكريم إحنا أنا وياك اليوم نعرف نحكي عربي ونكتب عربي ونقرأ عربي. بس هل يصح إن إحنا ندرس عربي؟ لا ما نقدر، ما نقدر نوصل المعلومة للطالب. فلذلك هم ناس موجودين كانوا عايشين على المساعدات بدول أوروبا وكانوا مرتزقة وكانوا عملاء، هذا التوصيف الأخير. إجوا حكموا بلد، إيش تتوقع من واحد مرتزق ولا واحد عميل ولا واحد كان يأخذ مساعدات قاعد على الدول ومسك دولة؟ إيش راح يسوي شيء؟ أكيد ما يسوي. تشوف التعليم اليوم وين وصل، شوف التعليم العالي وين وصل، شوف اليوم الجند العراقي وين وصل، قام يعني أي مشكلة يدب سلاحه. اليوم الأمن ما موجود بلد، لأن أساسا اللي يحمون الأمن الدفاع والداخلية ما مؤمنين أنه هذا البلد أو هذه الحكومة تحميهم. أصبح الانتساب إلى وزارتي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على المال كوظيفة، لأنه اليوم الوضع الاقتصادي بالعراق أصبح سيئا لدرجة أنه الناس، ولذلك دا نشوف إحنا مظاهرات مستمرة على التعيين، يريدون وظيفة بالحكومة. يقول لك حتى لو للأسف عندنا هاي النماذج، حتى لو البلد يحترق أنا أهم شيء أقدر أندرج ضمن قائمة موظفي الدولة حتى أحصل على راتب معين وقدره، حتى باكر عقبة لما أكبر يكون عندي تقاعد. اليوم الناس تبحث عن الأمان الوظيفي مهما يكون نوعه، يروح ينتسب للميليشيات ضمن ما يسمى بالحشد أو ينتسب إلى القوات الحكومية الرسمية، بالنهاية هو يريد وظيفة، مو الغرض الولاء حبة للوظيفة اللي دي أديها ومحاولة تقديم الخدمة للناس. بالعكس احنا دي نشوفهم دي يتحولون إلى قطاع طرق، إلى بلطجية. خلنا أقول لك على شيء هذا. احنا كموظفين من نجتهد بعض الأحيان، واحد يحس أنه لازم يخدم وياخذ راتب على قد اللي يشتغله. من أكو بعض الموظفين اللي جابتهم الأحزاب يقول لك أنت ليش تتعب؟ والله قال لي، قلت ليش تتعب؟ قلت ليش؟ قال يا أخي راتب أنت ما أخذ، اشتغلت لو ما اشتغلت أنت تأخذ راتب. قلت بس هذا مو حلال. قال يا معود هي الدولة كلها حرام، أنت تأكل على راتب تأخذ حلال؟ لا ما له شغل عندي، راتبك حلال. فمن هذه وقيس التعيينات اللي نقص مو كفي. لكن إحنا نقول ونأمل بإذن الله تعالى أن العراق يرجع، العراقيين قادرين أنهم يرجعون مرة ثانية ويحكمون بلدهم بأنفسهم، العراق أهل الداخل يحكمون نفسهم إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسطة، أشكر حضرتك للمشاركة. ننتقل إلى الموضوع الأخير في الفقرة الأولى لدينا مشاهدينا الكرام. يعد العراق من البلدان الأكثر حرقاً للغاز الطبيعي في العالم، ويحرق العراق أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وفقاً لإحصاءات البنك الدولي، ما يضعه في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث كمية الغاز المحترق في العالم. وتعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من حرق الغاز أقل من 10% بقليل من إجمالي الإنتاج العالمي. ويرى مراقبون إحراق الغاز وغيره من أنواع التلوث المرتبطة بقطاع النفط مثل إلقاء النفط الخام والممارسات السيئة في المصافي غير الرسمية يؤدي إلى زيادة حرارة الجو والظواهر المناخية المتطرفة والتدهور البيئي الأوسع. وأكدوا أن هذا الأمر سيجعل الحياة على سبيل المثال في محافظة البصرة مستحيلة بعد 10 سنوات من الآن، وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية كاملة كما قطاع النفط مسؤولية تغيير هذا الواقع قبل فوات الأوان، بالتزامن مع كثرة الأمراض السرطانية التي تصيب السكان المحيطين بالمصافي النفطية. هناك لقطات مصورة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي من محيط حقل مجنون النفطي تظهر جانبا من الواقع البيئي الكارثي في محافظة البصرة. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام من محافظة البصرة. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر.
أحد المواطنين من محافظة البصرة أيضا طالب باستغلال الأراضي والمساحات الفارغة وزراعتها بالأشجار للحد من التلوث البيئي الناجم عن الانبعاثات التي تخرج من المصافي النفطية. دعونا نشاهد. اسعد العيداني شوف لنا حل بالنباتات، يعني هسه انت بدل ما هاي رحم الوالدك ليش ما زرعوها؟ يعني والله ما يصير هيك، يعني شوف البصره ايش تتنفس، تتنفس نفط 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 على حاله، وحاسدين على الكهرباء يعني ابسط شيء الكهرباء يقدموه اني والله والله العظيم. ناشد المربيد، ناشد اسعد العيداني، ناشد كل شريف بهاي الحكومه المركزيين، ناشد السوداني السوداني السوداني، شوف النفط، شوف البصرة، شوف السرطان، سرطان على حال هذا والله. نتابع التعليقات بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. دحام يقول فعلا أكبر محافظة بأمراض السرطان، التلوث مرعب. وشوقي يقول لكل شيء ثمن، ومقابل الأموال التي تجنى من استخراج نفط الجنوب ندفع ثمنها صحة الإنسان وتدمير الأرض وإنهاء الزراعة وتدمير المناخ، وخاصة أهلنا في الجنوب، وخاصة أهلنا في الجنوب. هناك تعليق من محمد يقول البصرة عبارة عن معامل للنفط ولا تصلح للعيش لكون التلوث أصبح لا يطاق. أحمد العراقي يقول زخم المصابين بالسرطان في مستشفيات البصرة يتزايد يوما بعد يوم بسبب انبعاث الغازات المسرطنة الناتجة من احتراق الغازات من الآبار النفطية وتلوث الهواء في البصرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعليق لدينا من أحمد يقول أهل البصرة حصتهم من النفط السرطان، وخيرها أو خير البصرة لغيرهم. تعليق من نور تقول الله يساعد أهل البصرة وما محصلين شيء من النفط غير بس المرض. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. أجمع باحثون وأكاديميون ومهتمون بالشأن العراقي على الرمزية التاريخية لثورة العشرين التي قامت على أساس الوحدة الوطنية الناتجة عن تفاعلات العراقيين فيما بينهم للوقوف بوجه الاحتلال البريطاني، وأكدوا أن ثورة العشرين هي ثورة شعبية اشتركت فيها القوى المجتمعية العراقية جميعا، وليست ثورة مقصورة على فئة ما من المجتمع العراقي كما تحاول إظهارها بعض الدراسات غير المنصفة التي كانت تقول بأنها ثورة فلاحين أو ثورة طبقية. أضافوا أيضا أن ثورة العشرين مثلت رمزا مشرقا في تاريخ العراق الحديث، لأنها قامت على أساس الوحدة الوطنية من خلال تكامل العراقيين من أهالي بغداد والفرات الأوسط والأنبار للوقوف بوجه الاحتلال البريطاني. وشددوا على أن الثورة كانت أساسا وركنا مهما للوطنية الجامعة في العراق التي وحدت أبناءه، وفي انتهاج طريق واحد مشترك في مواجهة الاحتلال البريطاني بالكفاح المسلح، والسعي بعد الثورة لأن يكون العراق دولة مستقلة موحدة بعيدة عن أي نفوذ أجنبي مهما كان النوع. إلى جانب ذلك، سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ثورة العشرين وأبرز الأحداث التي جرت فيها. دعونا نشاهد. Thank you.
بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.